عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله سنبدأ اليوم في برنامج أو شرح برنامج هذا جوين مي بديل عن زوم. فيه أنوتيت وسهل الاستخدام، ممكن تستخدمه من الموقع مباشرة بدون تنزيل البرنامج إذا على الهاتف كذلك، ولكن على الهاتف يكون يحتاج ممكن البرنامج بعض الشيء. ممكن هنا في join me أيضا تسجل الدرس أو سنعرف كل هذا. تمام، ندخل على جوجل ونضغط هنا join.me، أو ممكن تكتب فوق هنا join.me وتدخل على هذا الموقع. ستجد بالأسفل هنا start a free، ممكن تبدأ مباشرة free lesson، ممكن هنا وتدخل البيانات وتفعل الحساب الخاص بك وتدخل مباشرة. ممكن لوجن من هنا أو ندخل إذا لديك مثلا محاضرة مثلا وأعطاك المركز، هنا الرابط، ممكن تضغط هنا الرابط انتر كود وتدخل مباشرة جوين بدون أي حساب أو لن يحتاج منك الحساب إن شاء الله. هنا get start إذا تريد أن تفعل meeting أو تكون أنت هوست للميتينج مثل زوم. كذلك هذا الموقع لديه بعض هنا البرايسينج، سنرى كل شيء هذا، الدفع مثل زوم، سنرى كل هذا. طيب اجعلوني أفتح البرنامج. بالمناسبة قبل فتح البرنامج، إذا أنزلت البرنامج من جوجل ستجد هناك نسخ كثيرة غير هذا، يعني لابد أن يكون مثل هذا join.me.exe، وأيضا هنا أخضر وبرتقالي، ننتبه لهذا الشيء لأن هناك برامج أخرى غير صحيحة ليس هذا البرنامج. تمام، اجعلوني أفتح البرنامج ونرى واجهة البرنامج، ستكون سلسة إن شاء الله. طيب الآن يفتح البرنامج أمامنا مثل هذا. ممكن أدخل من خلال الرابط الخاص بي مثل زوم مثلا، أو ممكن أفعل new one، ممكن أفعل من هنا، أو enter code إذا لدي كود معين ممكن أضع هنا. إذا لديك هنا دروس أخرى ستجد هنا lesson مثلا وتدخل مباشرة للدرس. تمام، سيدخل هنا للدرس. ميزة هذا البرنامج أنه لابد أن تفعل الصوت والفيديو إذا تريد، ولكن ليس مثل تيم لاين، لن يحتاج هناك تيم لاين يفتح الكام مباشرة بدون الإعدادات، ممكن تفعل الإعدادات قبل الدخول إلى أي درس. تمام، كذلك هذا البرنامج يفعل أي شيء. إذا تفعل مثلا الصوت، تفتح الصوت سيفعل مباشرة أنك فتحت الصوت. إذا تفتح الكام سيكون مباشرة أن فتحت الكام. إذا تفتح ريكورد كذلك نفس الشيء، ممكن تفعل هذه الأشياء قبل دخول الطالب للدرس حتى لا تفعل. تمام، حتى لا تفعل هناك ضوضاء في الدرس. ممكن تضع هنا الرابط، تأخذ الرابط من هنا أو ممكن من فوق هنا تضغط عليه تأخذ كوبي للميتينج، أو ممكن invite your student كذلك ممكن من هنا. سنجد هنا ثلاث نقاط فوق، وسنجد هنا unlock meeting، ممكن تفتحه حتى الطالب يدخل مباشرة، أو هنا lock meeting حتى نغلق الرابط ولا يدخل أحد غيرك وغير الطالب. ممكن هنا annotate، ولكن لن تفعل هذه الأشياء لأني لم أشارك الشاشة حتى الآن. مشاركة الشاشة من العلامة الذي في الوسط هنا مثل الشاشة، سأضغط عليها ستفعل مباشرة من هنا. إذا لم تفعل ستضغط على هذه العلامة وتفعل share screen. تمام، الآن إذا فعلت النوتيت هذا ممكن الطالب كذلك يكتب معك في الدرس، يعني بدل أي سبورة لن تستخدم أيدرو أو لن تحتاج إلى هذه السبورات، ممكن فقط تفتح هنا هذا وتفتح الكتاب وتفعل مباشرة مع الطالب. طيب اجعلوني نفتح مثلا Paint ونرى.
تمام. الآن فتح بينت معنا، ممكن نكتب هنا إذا تريد أن تكتب شيئا مثلا ذا، أو تريد أن تكتب مثل هذا، لا مشكلة. أو ممكن تستخدم أيضا الأدوات الخاصة بهذا الشيء، والطالب يكتب بالأنوتيت الخاصة بالدرس. تمام. كذلك هناك نفس الشيء، إذا تريد أن تشير إلى شيء في الكتاب مثلا في هذا مثل زوم، نفس الأدوات. ممكن تأخذ هنا سناب شوت مثلا، وهذه هذا الفايل ستجد فيه الصور التي أخذتها من الدرس. تمام. فقط هذا، يعني إذا تريد أن تفتح النوتيت للآخرين ممكن تفتح هنا، إذا الطالب يكتب كثيرا في الدرس أو بدون داعي ممكن تغلق مباشرة، لن يستطيع الكتابة مرة أخرى بالأنوتيت. يعني هو أظنه سهل للجميع. وإذا تريد أن تفعل بعض السيستم من هنا مثلا، أريد أن أغير بعض الشيء من هنا مثلا، أو أريد أي شيء، تمام؟ ممكن هنا show audio options إذا أريد، أو share screen كما أريد، أي إعدادات ممكن أفعلها. الآن exit this meeting إذا أريد كذلك، وأخرج من الميتينج مباشرة. طيب، سنجد هنا أن هناك 9 days، فقط نريد الشراء أو حتى تكمل في البرنامج إذا تريد. أنا لا أعرف هل سيفصل بعد هذه المدة أم لا، لكن حتى الآن تحت التجربة ولمن يريد أن يستخدم هذا البرنامج. إذا دخلت من البرنامج عن طريق الموقع نفسه سأجد هذه الإعدادات، نفس الشيء، نفس البرنامج أمامي، سأجدها هنا أيضا. إذا أريد أن أفعل شيء في السيتنج سنرى هنا في السيتنج، وندخل مباشرة، سأضغط هنا، ضغطت على سيتنج حتى نرى بعض الإعدادات معنا. معي هنا كونفرنس، ممكن إذا تريد أن تغير شيء من هنا في الصوت مثلا، أو background. هنا ستجد أن هناك background هنا في الخلف، يعني هذه ممكن تغيرها، هنا تتغير حسب الموقع، ممكن تغيرها أنت وتضع هذه أو صورة من عندك مثلا، شيئا من الحاسوب كما تريد. أريد مثلا هنا schedule مثلا معين، أضع رابط جديد أو أفعل شيء جديد أو درس جديد من هنا، new meeting. ونفس الذي في زوم مثلا سنجد هنا، ولكن هذا ليس مثل مثلا ويبكس يغلق بعد مدة معينة مع الطالبة، لا، هنا مستمر حتى نهاية الدرس. وهنا سنرى أيضا كم شخص في الدرس معك بعد ذلك من خلال برايسينج، سنرى هنا. وممكن أقول هنا سكيدول مباشرة، ممكن أستخدم بيرسونال لينك أو مثلا درس جديد، ممكن أغير الوقت، أغير اليوم كما أريد. تمام، أفعل سكيدول مباشرة. طيب، أريد الريكورد الذي فعلته من قبل، ممكن أجده هنا أو أجده فوق من هذه الكلمة ريكوردينغز. أريد أرى كيف هنا كم الدفع مثلا على هذا الموقع مثلا، إذا أريد أن أفعل أكتف أو لهذا الموقع مثلا أو هذا البرنامج يكون معي سلس دائما. خطة سعرية، معنا 5 أفراد معنا في الميتينج، ممكن لا يوجد هنا ستريم، ولكن هناك بعض الأشياء الأخرى. هناك أيضا الخطة السعرية الثانية، هذه تكون 17 دولار. أو طيب، دعوني نرى هنا كم دولار، هذا يورو، باليورو نرى هنا بالدولار ممكن.
طيب نرى هنا 10 دولار، هنا 20 دولار مثلا بالدولار، مثلا هنا 250 في الميتينج واحد، و ستورج للتسجيل 50 جيجا، للميتينج هنا فقط 250. هذا لمن يريد أن يعمل على هذا الموقع، هو سلس، أجده سلسا، وكذلك لن يحتاج إلى إعدادات كثيرة مثل زوم مثلا أو هذا من هذا القبيل، وكذلك لن يحتاج إلى سبورة أخرى أو تفعل سبورة أخرى مثل أيدرو أو أي إحدى السبورات الأخرى. ممكن تدخل مباشرة أو تستخدمه مباشرة مثل زوم. يا رب أكون أفدتكم اليوم وحليت بعض المشكلات لبعض الإخوة والأخوات حتى يدخلون الدروس مباشرة بدون أي مشكلة مثل زوم إذا هناك مشكلات على زوم. رجاء حذف فقط ويبكس لأن هناك بعض الضرر يأتي منه. هناك حتى الآن مثل زوم فعل هناك اختراقات على ويبكس، نفس الشيء الذي حدث على زوم، ننتبه لهذا الشيء. من لديه ويبكس يحذفه ويحمل هذا البرنامج. إذا تريدون هذا البرنامج ممكن تحملوه، إذا تريدون زوم ويعمل معكم جيد جدا، ولكن ننتبه ونعرف كما نقول دائما ليس هناك برنامج آمن 100%، لابد الانتباه لهذا الشيء ووضع الاحتياطات كما سأضع لكم في الديسكريبشن أسفل هذا الفيديو في التفاصيل. سنرى كيفية حماية الهاتف أو الحاسوب أو كيفية أخذ الاحتياطات أو التحذيرات اللازمة عند استخدام هذه البرامج. إن شاء الله أراكم في برنامج جديد، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوني من دعائكم والمشاركة لمن يريد هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.